حنا كنتكلموا اليوم على الكذوب وماشي على الكذبه البيضاء، على الكذوب اللي كاين اللي كيرجع اللي كيخلق مشكل ما بين مرأة وراجل، على الكذوب اللي كيخلق مشكل ما بين طفل والام او الوالدين ديالو، على الكذوب اللي كيخلق مشاكل في الحياه الاجتماعيه، في الجوره، في الخدمه، في حياتنا. هذا الكذوب هذا كيفاش نفهموه وكيفاش بالخصوص نلقاو له واحد الحل او علاج؟ قبيله تكلمتي دكتوره فدوى السعداني على الكذوب اللي هو كسلوك اللي ممكن يتصلح او يكون تقويم ديالو يتبدل، وكاين الكذوب المرضي اللي هو معروف طبعا ايضا عند الاختصاصيين. شنو الفرق بيناتهم جوج وشنو السبب ديال كل واحد او الاسباب ديال كل واحد؟ اول حاجه الكذوب كسلوك اجتماعي هو واحد الشخص اللي كيعرف راسو وهو كيكذب باللي راه في ديك اللحظه كيخفي الحقيقه او كيبدل الحقيقه وكيعطي الاخر واحد الحقيقه اخرى، وكي يعني على اساس انه بحال غنقولوا يغلط الاخر، يعطي له حقيقه مغلوطه، وهذا من الاول وهو عنده هاد الهدف. هاد الكذوب ملي كيكون كسلوك كتكون عنده اهداف في الغالب هي اجتماعيه، مثلا مصلحه، منفعه، شي ضرر ما بغيتوش، شي موقف جاني صعيب ما قديتش عليه غادي نحاول نتفاداه بالكذوب. يعني كيكون عندي موراه واحد الهدف اللي هو اني يعني مؤقت، غنكذب لان هذيك الكذبه غادي تعطيني هاد الحاجه الفلان فلانية أو غتمنع عليا واحد الحاجة. وكيكون الواحد واعي براسو كيكذب وكيكون قادر أنه ما يكذبش، يعني عنده تحكم في نفسه كيقرر أنه يكذب، ماشي ديك كان كذب وما عرفش راسي علاش كذبت أو لا كذا. الكذب المرضي في الأول الواحد كيعرف راسو راه كيكذب، ولكن كيكذب هو ما قادرش يحبس راسو على الكذوب، لأن كيخلق لراسو في الغالبية الوقت هذاك الكذوب كيكون كيدور على نفس الأمور، هو كيخلق لراسو بحال واحد الشخصية اللي هي بعيدة عليه كشخص، وكيبني لراسو واحد الحياة ديال الأبطال، واحد الحياة اللي ماشي ما عندهاش علاقة بحياته الحقيقية واللي كتسمح ليه تكون عنده قيمة. دونك مع الوقت كيولي يتيق ذاك الكذوب وكيولي كيختار كذبة على كذبة وكيدخل في واحد الكذوب اللي هو مرضي. والعبارات أو الصور كيفاش كنوصفوها كنقولوا كيكذب بحال كيف كيتنفس يعني بحال كيولي هو طبيعة ديالو. كاين أيضا الناس اللي كيكذبوا واللي أنهم كيخافوا يواجهوا الحقيقة، كيخافوا يتحطوا في مواقف اللي فيها إشكال وما عارفينش باش كيهربوا هذاك ماشي كيخبيو الضعف ديالو. هذا ما غنسميوش كذب مرضي. نعم. يعني ماشي لا ميتوماني. لان شي واحد اللي كيكذب وعارف راسو غادي يكذب لان انا ذاك الموقف ما قديتش عليه مثلا، غادي نقولوا درت واحد الخطا وانا ما قادرش نتحمل العواقب ديال الخطا ديالي، غنلصقها في شي واحد اخر غادي نقول لا ابدا انا ما كنتش هنايا الى اخره. الفلطه ماشي ديالي الاخر. هذا كذوب كنحمي به نفسي من مواقف انا ما قادرش عليها. نعم. ولكن الكذوب المرضي هو اكثر غادي نخلق لراسي حياه اللي هي مرضيه بالنسبه ليا اكثر، واللي يمكن غادي تعجب الناس، واللي انا في الراي ديالي غير في الفكره ديالي راها غتعطيني قيمه قدام الناس. وكل ما غنكذب كل ما غنحتاج نكذب، لان مثلا حنا ناخذ مثال، مثلا دابا انا ما نكونش طبيبه وما نكونش معالجه نفسيه وغنقولها لك، ولكن ملي غتجي تقولي وفين العياده ديالك غنحتاج نزيد نكذب، غتقولي وشكون هما الناس اللي كتشوفي، غنقول لك لا انا كندير هذه الحاله وهذه الحاله، وغادي نبقى كنبلور هذيك القصه ديالتي ديال الكذوب. اما الكذب كسلوك في الغالب كنحتاج حتى الا غنبرو القصه كتبقى عندها علاقه بالموقف، دونك هي كتبقى انيه، ماشي معنيتها بلي هذا كذوب مزيان أو هذا كذوب خايب، لا، هو الكذوب في حد ذاته هو تمويه، دونك هو كنحيد الحقيقة وكندير في بلاصتها حاجة أخرى، وهو كسلوك يقدر يتستعمل في بعض الأحيان في بعض المواقف القليلة، ولكن نعم. هو من الأفضل أن ما يولي السلوك اللي دائم. إذا غادي نشوفوا حالات مختلفة اللي اليوم غادي نتكلموا عليها في البرنامج، وغادي نبداو بجوج حالات اللي فيها كنهضروا على أطفال اللي عندهم الكذوب. هنا الأمهات كيهضروا لنا على وليداتهم اللي كيكذبوا. غادي ناخذوا بداية فاطمة من أكادير ثم فاطمة من الخميسات. غادي نطلب منكم تلخيص طبعا لانه دكتوره فدوى باش ناخذوا كاع الحالات، لان عندنا اربعه الحالات اللي كينتظروا معنا باش نعطيو كل واحد حقه. بدايه فاطمه من اكادير، صباح النور فاطمه. صباح الخير سناء، صباح الخير سناء. الحب، الجمال، كل شيء زوين في الدنيا صراحه، ولكن زيوده في عيد الحب الله يبارك فيك. سبحان الله. وصباح الخير لسلمى الغزاله حتى هي ودكتوره فدوى الله يبارك فيك.
احنا كنفتخروا فعلا مفخر لبلادنا صراحه، كاين الجمال كاين الفن كاين الرقي كل حاجه بغيناها كاين عندنا لي فام ديالنا الحمد لله. بلا ما نطول عليكم دكتور، الله يبارك فيك ميرسي. صباح النور، صباح الخير للا، وشكرا الاصوات يعني فعلا كتفيدنا صراحه و100% فائده. الله يبارك فيك، وحنا دائما معكم. عندي ولدي عنده 12 عام 12 عام كان نشوف انه تيكذب العجز اللي فيه تيكذب يعني شو معنيتها؟ ملي كيدخل كنبقى نقول له احمد ترى ولدي بدل حوايجك كيجلس في البيت ديالو نطلع عليه احمد حوايجك يطلع عليه باقي ماما نسيت كنقول له ولدي ما تكذبش ماشي نسيتي انت ما بغيتيش لي دوفوار باغ فوا تيكون لي دوفوار تيبغي يدير غير شي حاجه اللي هو باغي يديرها اللي دوفوار ما يديرهم تيقول لي ما عنديش يعني شحال من مره كنحصل عليه انه كيخبي عليا حتى لي دوفوار مي في الحقيقه كيألمني ديك الشيء تنقول له شوف ولدي راهي لا ما تكذبش باش ما تكونش عندك شخصيه ضعيفه، راه الناس اللي عندهم شخصيه ضعيفه هما اللي كيكذبوك، انا بغيت تكون شخصيتك قويه، حتى واحد ولدي ما غايضربك، حتى واحد ما غايقجك، حتى واحد ما غايقتلك، يعني قول الصراحه، الصراحه اللي غتبني بها شخصيتك ولدي، دابا انا خرجت دكتور يولف لي الكذوب دابا هو كيتخبى هو بالكذوب كيتفادى المواقف يلي ما قادرش عليها او اللي ما باغيش يديرها ولكن ما كيتحملش مسؤوليته انه يقول لا انا ما باغيش ندير لي دوفوار كيفضل ان لان مازال ما عندوش هي القدره انه هو ياخذ هاد لا بوزيسيون هاد الموقف هذا هو في حد ذاته دكتور عندي معجز فهمتي والوحدة في الدار ما فيش حركة كثيرة يعني تيبقى جالس وأنا كنخاف وكل أشياء كنهضر معاه إحنا ما عندناش ذاك العنف في الدار فهمت نفس الهضرة وأنا ما كنضربوهمش ولا يعني يعني ماشي هو ماشي كيكذب عليك لأنه خايف منك بحيث كاينين وليدات اللي كيكذبوا حيت خايفين من العواقب ديال مثلا إلا قالوا الحقيقة غادي ياكلوا العصا ولا كذا هو كيكذب لأن هذيك هي الطريق السهلة باش ما يديرش ذاك الشيء اللي كيبان له ثقيل عليه. لا فاطمة اول حاجه في محل ما تجي وتحطي لان انا سمعت بزاف من عندك انك قررتي شي حوايج وكتقوليهم ليه غادي تكون عندك شخصيه ضعيفه غادي الا غادي تولف الكذوب ما خصكش دير هكذا يعني كتحكمي عليه واحد الحكم مسبق على المستقبل ديالو للاسف راه بحال هاد الامور هادي كتبقى في الذاكره وانا ما كننصحكش انك تستعمليها بهاد الطريقه هادي يعني ان من يعني الافضل في الكلام ديالها في الكلمات في اختيارك للكلمات انا فهمت باللي كتبغي تزعزعيه كتبغي تبيني له لا ولدي انا خايفه عليك انا فهمت بلي ديال المخاوف الحقيقيه اللي كاينه عندك ولكن من هي اللي كدوزيها للوليد ديالك يقدر ياخذها باللي هي الحقيقه اللي غتكون عنده من بعد ان بصح غيكون كذاب بصح غادي يكون شخصيته ضعيفه الى اخره دونك من الافضل ما نحطوش بحال هذه الاحكام هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه لحد الان يمكن ما كتخليش ليه الفرصه هو اللي يقول لك علاش اللي كيكذب يعني هو مثلا عنده لي دوفوار وقال لك لا عندي غير هادو ما عنديش هادو وانت دابا الحمد لله مع ولاو المدارس كيصيفطوا لنا ولينا كنكونوا في لي غروب ديال الامهات يعني ولينا ديما كنعرفوا شنو هما لي دوفوار اللي عند وليداتنا ملي تعرفي شنو هما لي دوفوار قول له ها هما دابا ها هما لي دوفوار اللي كاينين شنو اللي خلاك ما تقوليش ما تقول هادو ما كاينينش خليه هو اللي غايقول لك ربما نسيت الا غتقول له كيفاش دير باش ما تنساش المره الجايه وغتحطي هذا هو المشكل نسيان ونخدموا عليه يقدر يقول لك ها ما فياش ما نديرها اولا انا ما كتعجبنيش ديك الماده وربما غادي يعبر لك على شنو كيتفادى بداك الكذوب وغتكون هنا منفعه اكثر لان في محل ما غتبقاو كتهضروا غير على السلوك ديالو اللي هو الكذوب كتوليو تهضروا على الاسباب ديال السلوك وشنو هي المواقف اللي كتخليه يستعمل الكذوب هكذاك غيوعى اكثر هو بالسلوك ديالو وغادي يوعى اكثر باللي راه هذاك الكذوب كيخليه يتفادى حوايج اخرين هنا غادي تهضري معاه على تحمل المسؤوليه تهضري معاه على ان قدام لي دوفوار كيفاش يقدر يديرهم الى اخره غادي ناخذوا حاله خليك معنا طبعا في الاستماع فاطمه من اكادير لانه غادي ناخذوا ايضا فاطمه اللي كتعاود لينا على بنتها هي عندها 7 سنين وكتلاحظ انها كتكذب بزاف والكذوب ديالها ايضا كاين في المدرسه وفي الدار اهلا بك فاطمه من الخميسات السلام عليكم عليكم السلام مرحبا بك معنا في حديث مغزل بعد اولا على هذا البرنامج لان محب هذا البرنامج بزاف وكتشجعنا بزاف مرحبا بك مرحبا بك دائما شنو سؤالك للدكتوره فدوى مرحبا بنتي انا كتشوف المدرسه عيانه في المدرسه انا ما كتحملهاش نهائيا حيت ملي كتعرض باش تخرج دروسها وتحفظ
كتكذب عليك كتقول لي بان ما عطيتني حتى حاجه باش تمشي تلعب ما عطيتني حتى حاجه والغدو كنمشي كنلقى بان عطاتهم ومشي دوروا في الصيف وها هي وغدليت كتقول لك والله ماما ما عطاتنا حتى حاجه والله ما عطاتنا غير كي كتقول الناس عليك لا لا يعني هنايا هاد الكذوب لان بنتك عندها شي صعوبه في المدرسه ربما عندها صعوبه في التعلم ياك ما عندها صعوبه في القراءه واش بنتك كتقدر تقرا بسهوله واش كتقدر تحفظ منين انت دابا مثلا كتاخديها وكتخدمي معها الدروس ديالها واش كتجيك ما عندهاش صعوبات هي الصعوبات اللي هي ما كتركزش كتبغي اكثر ديك اللعب بغيت نلعب تلعب تلعب كاينه مع واحد اختها صغيره امي كتقول لك علاش هي فهمت وانا غادي فهمت كتقارن راسها مع اختها اللي صغر منها واللي مازال ما عندهاش هي هذوك الدروس وداكشي ديال المدرسه دوك الواجبات المدرسيه فهمت فهمت كتلعب وما كتضربيهاش وما كتديرهاش اللي فيها الضوء فهمت فهمت وشوف راه هي باقي يلا عندها 7 سنين حنا باش نتفاهموا اضافه على هذا ملي كتشوف اختها ربما صغر منها هي كيبان لها بلي الحياه ديال اختها راه زوينه وهي حياتها هي خايبه دونك كتقارن راسها وكتغير من اختها وداك الشيء علاش كتزيد تصغر راسها اكثر ما هي صغيره يمكن ربما مهم انك توري لها تصويراتها ملي كانت عندها عام ملي كانت عندها عام ونص بلي حتى هي راه كانت في الدار بلي ما كانش في الروض تهضري لها عليها وربما تبداي تشاركي معها شي حوايج اللي تبين لها باللي راه حيت هي عندها 7 سنين عندها قيمه مضافه على اختها اللي عندها عام او عام ونص مثلا ما تخرجيش معاهم جوج شي نهار الا ممكن تخلي البنيته للاب ولا لشي حد اخر صغيره وتخرجي غير معاها تشاوري معاها مثلا في اختيارك ديال شي حاجه د الحوايج او لا ديال شي حاجه ديال الدار مثلا ملي تكون كتفرج في شي حاجه اللي في العمر ديالها شي رسوم متحركه مثلا اللي زوينه وكتعجبك تقدري تجي وتقولي لها عاودي لي القصه اشنو كاين حاولي انك تهضري معاها باللغه ديالتها ديال 7 سنين باش تبيني لها باللي راه عندها قيمه حيت حنا نكونوا ماشي ما غنهضرش عليك انت يا فاطمه ولكن كنهضر على الامهات كاملين للاسف حنا كاملين ملي كيكون عندنا شي صغيور في الدار كيولي هو اللي كنعطيو له الكثير ديال الاهتمام ديالنا والكثير ديال داك العاطفه والحب ومني والبوسان والتعنق وهذاك مول 7 سنين كنوليو نهضروا معاه غير على التمارين وعلى الدروس وعلى جمع حوايجك وعلى علاش اللي ما درتيش هادي الى اخره محيت كنبغيو نربيو كندوزو لديك المرحله لا حنا كنربيو ولكن التربيه ما تحيدش العاطفه وما تحيدش الحنان اللي نقدر نقول لك عطي اكثر لبنتك العاطفه تقربي منها اكثر فهميها اكثر وما دامت هي كتبغي اللعب حاولي انك القرايه تدخليها لها في اللعب مثلا لقاو طريقه قول لها اجي انت اللي غتشرحي لي الدرس اجي غنحفظوا انا وياك نشوفوا شكون اللي غتحفظ الاولى مثلا انا غنقول جمله وانت تقولي جمله ديري معها طرق فيها شويه ديال اللعب منها غتقربي منها منها غتبيني لها باللي راه عندها قيمه ولو انها كبرات ومنها غتبيني لها باللي راه محيت عندها 7 سنين راه عندها بلاصتها محيت عندها 7 سنين وكنظن باللي بهاد الطرق هادي غتقدروا تحلوا هاد المشكله اذا حنايا غادي نمروا الان من الكذوب كسلوك عند الوليدات اللي كنفهموا على انه كيبين المخاوف ديال هذاك الطفل في الغالب يا كيبين انه خايف من العقوبه يا كيبين انه خايف من 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 الحكم ديال الوالدين يا انه بعد المرات شي حاجه ما كتعجبوش ولكن هو ما غاديش يقولها بهذه الطريقه راه هذيك ما كتعجبنيش كيتفاداها بالكذوب يعني راه الكذوب خصو يكون عنده واحد السبب ملي كنبقاو كنحكروا غير على الكذوب ما كنحاولوش نفهموا السبب غير ما كنزيدوا نحجروا الموضوع خصنا نقلبوا خصنا نسولوا بزاف د المرات انا كناكد على هذه النقطه مع الوالدين ما تجيوش وتحطوا واحد الحكم زعما نتوما راكم فهمتوا ولقيتوا الحل وتفرضوا على وليداتكم سولوهم اشنو جاري علاش كتكذب هو في الاول غيقول لك ما عرفتش خليه يزيد يفكر فاش كينفعك هذا الكذوب شنو اللي مني ما درتيش هذه شنو المنفعه بالنسبه لك غير خليه يعبر هو غادي يلقى راسو باللي بصح راه ما كنجيش ونكذب وها علاش كنكذب وراه ممكن نلقى الحل غادي ناخذ الان كريمه اللي معنا من اكادير اللي غتحكي لنا على الكذوب عند شخص بالغ اهلا بك كريمه مرحبا بك معنا على راديو اصوات صباح الخير لاله سناء شكرا دابا على البرنامج ديالك الله يبارك فيك مرحبا المعجبات ديالك بارك الله فيك سعيده بسماع صوتك هذا الصباح بارك الله فيك وشكرا دكتوره فدوى لانه طرقت هذا الموضوع مرحبا بك حاليا هذا ولا موضوع العصر يمكن شبكات ديال التواصل الاجتماعي ساعدت فيها يمكن بزاف ديال الاشياء انا بغيت نعاود على الزوج ديال الاخت ديالي واش ممكن تهضري اكثر ترفعي صوتك شويه باش نسمعوك بشكل اوضح لانه كاين شويه ديال التخرشيش في الخط عندك واه دابا سي بون
دابا سي بون حسن تفضلي كريمه. بون هذا الشخص عنده 23 سنة. 23 سنة متزوج هذه السنة. بون هو حياته كلها مبنية على الكذوب، العمل ديالو، العلاقة ديالو مع العائلة، العلاقة ديالو مع الزوجة ديالو، يمكن هو أبسط حاجة يكذب فيها، يعني غيكذب في واحد البلاصة كتلقى كتهضر في بلاصة أخرى، أو لا كتشوف كيدير واحد التصرف وهو في نفس الوقت راه كيكذب عليك، راه كتشوف كتواجهه بأنه كيكذب ولكن غيبقى يكذب. اليوم هذا الكذوب ديالو كيفاش كيأثر؟ واش خلق مشاكل مع الناس ديالو؟ شنو الحاله اللي كيعيشها اليوم هذا السيد والناس اللي المحيط ديالو؟ وخلق له مشاكل مع الزوجه ديالو. اييه العمل ديالو يعني خرج له مستقبله كامل. هو دار شركه حتى في المعاملات ديالو مع الناس مع الزبناء الناس ما يتيقوش. راح له مشكل دابا الشركه ديالو سقطت بسبب هذا الكذوب دابا، يعني فهمت علاقة زوجية خلصت ليها، علاقة عائلية خلصت ليها، تقدر تمشي لسه واحد ما يمكنش يدير باقي فيه الثقة، الإشكال أنه مازال مصر على ذاك الكذب. ملي كيكذب كيحط راسو في واحد الصورة أحسن من الحقيقة ديالته؟ يعني كيبين راسه هو افضل، هو احسن الى اخره. هنايا هذا مشكل نفسي، هذه حاله مرضيه. هنايا مشكل مرضي، هذا هو الكذب المرضي اللي كنا كنهضروا عليه، ان الواحد باش يحمي راسه من صورته الحقيقيه وباش يبقى كيبني لراسو ديك الصوره الخياليه اللي غيتعجبوا بها الناس، هو ما كيشوفش باللي كيضر راسو بهذاك الكذوب. يعني هو راه واخا غتقولوا له حبس من الكذوب، هو راه ما قادرش يحبس من الكذوب. محيت كيفاش غنقول لك؟ شي بحال شي واحد مثلا غتقول له دير يدك في العافيه ولا نقطعها لك، انت غتبان لك ربما هذه احسن من هذه، ولكن هو يقول لك لا انا خليني غير ما تقوليش ما تحبسينيش، لان عنده الالم ديالو الداخلي هو انه يشوف حقيقته. دونك غيبقى ديما كيقلب على حقيقه مختلفه، على حياه مختلفه، وغيبقى كيبني هذا الكذوب. ولو يشوف كل شيء كيتهدم داير به، يا ربي غير ما تهدمش الصوره ديالو قدام راسه. الناس اللي هكا كيواجهوا في اقرب الناس عندهم، اقرب الاشخاص في المحيط المصغر ديالهم، كيواجهوا هذه الحاله، يعني كيكتشفوا انه الشخص ديالهم يا شريك الحياه يا ابن يا اخت يا خاله يا في هذا الكتوب المرضي، كيفاش خصهم يتعاملوا معاه؟ هو انهم ملي كيفهموا بلي راه كيكذب غادي يوليو يعرفوا بلي بعدا داكشي كذوب، باش ما يبقاوش يمشيو معاه في القصص الاخرى اللي كيحكي لهم. ما يديروش ردود فعل خايبه في اللحظه ديال الكذوب، ولكن بشويه بشويه كيبداو بحال كيهرسوا شي. دابا هو كيكون داير واحد البناء ديال واحد الحياه بواحد الشكل، ولكن كيبداو يبينوا ليه بلي راه هنا راه كاين واحد الحاجه ماشي منطقيه، هنا راه كاين واحد الحاجه ماشي منطقيه. مثلا انا الا قلت لك البارح انا تعشيت في الصين، غتقول لهم ما يمكنش تكوني هنايا اليوم، كيفاش هاد الطياره هادي اللي جابتك من شينوا البارح تعشيتي في الصين وانت اليوم هنا؟ راه حيت راه الكذب المرضي راه يقدر يكون بهذا الشكل، يعني يقدر يكون واضح، ولكن ملي كنبداو نبينوا للشخص شفتي راه هنا كاين مشكل ديال المنطق. علاش؟ ماشي حيت حنا ما عايقينش به، ولكن باش هو يعيق براسو، بحيث الى هو وعى باللي راه عنده مشكل راه هنا الحاجه الوحيده اللي تقدر تعتقه هو انه هو اللي يبغي يدير علاج لنفسه، بحيث يديوه الاخرين غادي بعدا يدوز واحد 6 شهور ديال الكذوب على الطبيب اللي يقدر يتيقوا فيه، لان غادي يبدا يختار عاود قصص جديده اللي غيتيقها في الاول الطبيب، وغيخصو عاود مده باش يكتشف باللي راه كيكذب. يعني شحال من واحد كيجي كيقول للطبيب هما اللي كيقولوا عليا، هما باغيين ليا مثلا فلوسي، هما باغيين لي كذا، وكيولي الطبيب في واحد الحاله ديالها والمريض ديالي كيقول لي حقيقه والاخرين كيقول لي حقيقه، شكون اللي كيقول لي ماشي هما اللي كيكذبوا؟ دونك يخص مده غير باش تكتشفوا باللي كيكذب. ولكن مني هو كيوعى بالمشكل ديالو، يعني اهم حاجه هو نحاولوا نوصلوا باللطف كيفاش غنقول بطريقه زوينه، بطريقه مرة مثلا اللي كتحصل على راجلها الكذوب المره الاولى والمره الثانيه، ولكن راه حياتها هذه، راه وليدات، راه اسره، كتحطوا قدام يعني كيفاش ممكن تعامل مع هذا الكذوب؟ واش خصها تواجهه به تقول له لا راك هنا كذبتي وتولي كتحصل؟ هنا اللي غادي تبدا تقول له، تقول له هنا هاد القضيه ماشي منطقيه، كيفاش كتشرحها؟ هذه ماشي منطقيه، باش تحاول ان توصله هو يفهم. غالبا شنو
يكون رد الفعل ديال الراجل؟ رد الفعل تقدر تكون انواع. يقدر يكون بالعكس غادي يقول لا انت اللي ما كتفهميش، انت بغيتي تكذبيني. انت تقدر تكون ردود فعل اللي هي عنيفه، وتقدر تكون ردود فعل ديال بالعكس ينطوي على نفسه ويتزير ويتسد ويقدر كاع يكتئب. اللي مهم هو واش هذا الشخص غادي يوعى او ما غيوعاش. الا وعى راه غادي يقدر يقلب على العلاج، الا وعى بلي هو عنده مشكل يقلب على العلاج، وداك الساعه يقدر تكون تحسن. علاش؟ لان فين كاين العلاج؟ من يقبل نفسه وحقيقته، باش داك الساعه يفهم بلي ما بقاش محتاج للكذوب. ولكن الا ما وعاش هنا كتقدر تكون حالات مختلفه. كاين النساء اللي كتحتاج انها تقول لراجلها الا ما مشيتيش تعالج انا ما غنبقاش معك مثلا. كاين النساء اللي كتقول له انا ما غنخدش بعين الاعتبار داكشي اللي كتقول. كيفاش الانسان مثلا هاد المراه، لانه كاين حالات كثيره ممكن يكون العكس، ممكن يكون المراه اللي كتكذب والراجل كذب. المراه ديما ما عندوش مشكل ديال الراجل او المراه، هذيك المراه كتعاني بسبب الكذب ديال راجلها، ولاو عايشين في واحد الدوامه بحال القط والفار. يعني خصها تحصلو، هو ما كيبغيهاش تحصلو، كيدخلوا في واحد لو بياج، يعني راه فخ هو. كيفاش خصها حتى هي تخرج منه؟ تخرج منه ما تبقاش تحاول تحصلو، غيوليو في علاقه ديال احنا نكونوا متفقين. هو اذا كيعاني وهي كتعاني. الا عرفاتو باللي راه مختار على راسه حياة، ما كاين لاش تبقى تحاول تحصل فيه. راه هو اصلا باني حياة ما عندها حتى علاقة بالواقع. خاص مع الوقت تحاول توصلوا انه يوعى براسه باللي عنده مشكل. ولكن الا ما وصلش ليها راه ما غيكون حتى شي تغيير، باش نتفاهموا. شنو السبب؟ كيفاش نفهموا هاد الكذب المرضي؟ شنو كيكون سببه؟ شي صدمه في الطفوله؟ ماشي لا، هو بناء شخصيه وهميه. علاش كانت بعدا الشخصيه الوهميه؟ لان ما تقبلش الشخص الحقيقه ديالو، يا لانه مثلا الوالدين كانوا كيهرسوا فيه في الصغر، انت ما كتسوى والو، انت ما غديرش، انت ما عمرك ما تقرا، انت كسول، انت ما تسواش، انت يا كذاب، انت فاعل، انت الى اخره. بحيث هذاك الشيء اللي هو كيتقال له على نفسه ما يقدرش يواجه به العالم. بعض المرات كيكون يعني هو في هذه الحاله انسان اللي ما بناش الشخصيه ديالو، ما عندوش ثقه في راسه. هو انسان ما عنده حتى شي ثقه في نفسه، ما عنده حتى شي تقدير لنفسه ولا القيمه ديالو بحقيقته. بحيث كيخصو يخلق شخصيه اخرى اللي توالمه اكثر، واللي عند باله هي اللي غترضي الناس الاخرين. هو في الاخر كيطيح في الفخ ديالو، لان الناس بالعكس واخا في الاول غادي يحترموا على اساس داك الشيء اللي هو دار، مي ماشي تقدير حقيقي. كريمه خصو يديو هاد السيد اللي عنده عالج نفسي، يديوه لا خصو يمشي يديوه من ناحيه انهم يساعدوه مثلا، ان من نهار اللي يقول لهم انا عندي مشكل عفاكم قلبوا لي ولا شي حاجه. ولكن يديوه لا، من الافضل انهم يوصلوه ان يفهم باللي راه عنده مشكل. يعني ها انت شوف شنو جاري لك هنا، شوف شنو جاري لك هنا، شوف شنو جاري لك هنا، راه شنو القاسم المشترك ديال هذا الشيء كامل؟ هو الكذوب ديالك. دونك هذاك الكذوب واش ما كيبانش لك باللي راه وصل الوقت انك تعالج؟ وهذا هو المساعده اللي نقدروا نديروا معاه. وهو ديك الساعه شنو غادي يدير؟ يا غيقبل يا غيرفض. والا قبل تقدر تكون بدايه ديال الحل. غادي نشوفوا حاله واحده اخرى من هذا الكذب المرضي. معنا حنان من فاس اللي كتحكي لنا لانه الزوج ديالها كيكذب، وهذا الشيء خلق لهم مشاكل كثيره. فاحنا هذا الشيء يعني في صلب الموضوع ديالنا، هضرنا على الكذب عند الاطفال. وغنشوفوا هي مراه كيفاش كتعيش هذا الشيء مع راجلها. اهلا بك حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنرحب بك معنا في حديث مغزل على المباشرة على راديو أصوات. احكي لي حنان، الزوج ديالك عنده هذا الكذب المرضي اللي كنتكلموا عليه اليوم؟ يا أختي عنده كذب مرضي، وفاش كنحصلو. السلام عليكم بعدا. وعليكم السلام ورحمة الله. دخلت معك لصلب الموضوع لأن الوقت كيدركنا. تفضل. أها الحمد لله. أنا كنحصلو شحال من مرة، وكيجي كيدور ليا من طريق أخرى، من كيدوخني. وصافي كنميك عليه، عندي انا 4 دراري. وصافي غير جالسه صابره. فهمت. هذا الكذوب هذا واش كيأثر على حياتكم؟ كيأثر على الحياه ديال الوليدات ديالكم؟ كيأثر علينا، وهو عصبي بزاف. فاش كنجي نقصي النقص مع شي موضوع والو ما كنوصل معاه حتى شي حل. ولكن في حياتكم عطيني شي مثال، كيفاش هذا الكذوب ديالو مثلا كيأثر في حياتكم اليوميه؟ بحال دابا الكذوب ديال البورتابل ديالو، كيبقى يدير علاقات مع لي فام ديالو. حسيتو شحال مره واحد السيده عطاتني اوديويات كيهضر وكيهضر لي على الاسرار ديال دارنا. وكله غير كذوب، لو كان غير كيقول الصراحه.
هي يعني لا، ولكن سمحي لي دابا في امور اخرى، دابا خليني من انه كيكذب باش يدير علاقه وبلا ما انت تعيقي به وبلا ما حياتكم تدمر كامله. الكذوب من احنا بنكرهضروا على الكذوب المرضي، هو مثلا الانسان اللي غيكذب في خدمته، غادي يقول لكم انا كنخدم كذا وهو كيخدم كذا، غيقول لكم انا عايش هنا وهو عايش هنا. واش الكذوب ديال راجلك هو غير باش يستافد غنقولوا من شي حوايج؟ يعني خيانه، هي كتكلم على حاله الا كانت خيانه، حيت الا كانت الخيانه راه سي نورمال غيكذب عليك. دابا ما حدو ما غاديش يقدر يواجهك ويقول لك راني كنخونك واللي بغيتي ديري ديري، كيكذب عليك. الكذوب في حاله الخيانه ماشي كذوب مرضي؟ لا ماشي بالضروره كذوب مرضي، يقدر يكون كذوب مرضي ولكن خصو يقيس حوايج اخرين، ما يمكنش يكون عنده علاقه فقط بالخيانه. اذا باش تعاونينا ونقدروا نفيدوك حنان، فاش كيكذب راجلك اخر من غير هذه المساله هذه؟ واش كيكذب في امور اخرى في حياتكم؟ هو في اي حاجه، حتى مع الدراري كيكذب معاهم. بحال دابا وليداتي زعما كيحتاجوا شي حاجه كيدوز لا تملص من المسؤوليه داك، يعني ملي كيحتاجوا شي حاجه كيكذب عليهم كيقول لهم ما عنديش مثلا، باش يخرج راسو. اي كيخرج راسه. لا هنا دكتوره فدوى، هنا ماشي هو النوع ديال الكذوب المرضي اللي هضرنا عليه بالنسبه لكريمه اللي من اكادير. بالنسبه لكحنان اش غادي نقول لك، راجلك ما مستعدش يتحمل المسؤوليه ديال الافعال ديالو، دونك فوق تما كيتحط في موقف خصو يتحمل مسؤوليته لانه خانك، او لا خصو يتحمل مسؤوليته مع وليداته، او ربما مسؤوليات اخرين في الحياه، باش كيهرب من هذيك المسؤوليه كيهرب بها بالكذوب، بحيث كيقول لكم ما عنديش، انا ما مصاحب شاي، انا ما درت والو، انت هي اللي فيك مشكل الى اخره، وكيرمي عليكم هذيك المسؤوليه. دونك هنا غنسميه هو كاذب مصلحي او منفعي، يعني من موراه واحد المنفعه كتهربوا من انه يتحمل مسؤوليته في الحياه. كيفاش تعامل مع راجلها باش نفيدوها عمليا؟ شنو خاصك كيف راجلك؟ هو ان الا كان ممكن انك تجلسي مع راجلك وتقول له باللي راكي يعني عندك حاجيات، وليداتكم عندهم حاجيات، وانك تهضري على داكشي اللي نتوما كتنتظروا منه، ماشي معنيتها بلي غادي يستجب. الا هو استجب مرحبا، الا ما استجبش عندك جوج حلول، يا انك كتقبليه باللي راه هو بحال هكذاك وتحملوا المسؤوليه هو هذاك، وكتولي انت كتشوفي شنو اللي انت ممكن ديريه واش باش هو نافعك في الحياه ديالك وباش نافعكم انت وليداتك. والا كان لقيتي واحد التوازن راه كتستمري، الا لقيتي بلي ما كاينش توازن داك الساعه كاينه حلول اخرى. شكرا لك دكتوره فدوى السعداني، المعالجة النفسية والجنسية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.